اختي معك عبد الله. اهلا تفضل اخوي. حبيت ابلغك انه وصلت طرد بالبريد وفي مبلغ ثلاث دنانير لازم يتم دفعهم عشان يتم التوصيل. اي حاضر اخوي الحين ادفع لك، بس متى التوصيل؟ ان شاء الله التوصيل بيكون بنص الاسبوع. الحين المفروض وصلك مسج. اي وصلني. كم رقم الاو تي بي؟ 7-3. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أختي، معك أحمد، شلون أقدر أساعدك؟ في شخص دق علي وقال لي أن في طرد عليه رسوم 3 دنانير، بس أنا انخصم من حسابي 600 دينار. أختي أنت أعطيتيهم رقم الأو تي بي؟ إيه أعطيتهم. أختي لحماية حسابك راح أوقف بطاقتك المصرفية بشكل مؤقت، ونصيحة لا تشاركون رمز الأو تي بي مع أي كان، ولنكن على دراية.